صباحي هذا اليوم بأثارتها وحماسها القوي والانطلاقات الجميلة على أرضية هذا الميدان. ينطلق الشوط السابع مشاهدينا الأعزاء في أرضية ميدان المرموم، والشوط السابع الخاص بالجعدان المحليات اللقاية يحمل كذلك شعارات ويحمل أسماء هنا في أرضية هذا الميدان. وهذا الانطلاق يسير الشوط بمسار قوي وجميل للقاية، يتقدم الجعدان ويسير بالمركز الأول، مذخور على المركز الأول، مذخور يطر على مقدمة الشوط، هذا هو مذخور يقود المشاركين وينطلق بالمركز الأول. مرسل بن فهد بن محمد المري الذي قدم مذخور على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز هناك يتقدم كفو عبيد بن محمد بن مرخان الكتبي يقدم كفو، ولكن هناك بنشوف هناك المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. ينطلق الاسد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري على ثاني المراكز، والمركز الثالث وصول من ملبي حمدان بن سالم بالكور المزروعي على المركز الثالث، والمركز الرابع تقدم في هذه اللحظات الوسمي حمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي قدم الرسمي. هناك الوصول في هذه اللحظات من مصيحان سيف بن محمد بن سالمين المنصوري على المركز الخامس، المركز السادس وصل في سادس المراكز كفو لراشد بن شاهين بخلفان المزروعي، والمركز السابع سابع المراكز. شوف الانطلاقات وشوف التحديات، هناك شعار بن خويتم على المركز السابع، بينما المركز الثامن وصول في هذه اللحظة من شاهين علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وهناك المركز التاسع تاسع المراكز وصل مخوف سعيد بن راشد بن غدير الكتبي، وال المركز العاشر في هذه اللحظات في عاشر المراكز يتقدم هنا الشهم ومبارك بن حمد العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة، العشر المراكز الأولى في نداها الأول في هذا المسار، وهذا التحدي الجميل مع سن السرعة، سن التحدي سن اللقاية، نسير مع المركز الأول ونعود مع الانطلاق الأول، وهناك ملبي يسيطر، ملبي يقود المشاركين، ملبي يأتي بملبي اللي هو مشاهدي الأعزاء حمدان بن سالم بالكور المزروعي على المقدمة على المركز الأول، مسيطر وقادم هناك من الغربية لياتي هنا على ميدان المرموم ويقدم هذا الإبداع الجميل وهذا الانطلاق الرائع، بينما المركز الثاني يأتي في المركز الثاني مشاهدي الأعزاء الوسمي وحمود بن محمد بن سالم الوهيبي الممثل الدائم للسلطنة في هذه الانطلاقات بهذا الشعار الجميل والرائع. يا سلام، المركز الثالث شاهين علي بن خليفة بن رشيد السويدي كذلك شعارا يعرف طريق الناموس والفوز. المركز الثالث ثالث المراكز يتواجد فيه مذخور مرسل بن فهد بن محمد الجابر المري، هناك ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس وصول الله 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 وصلت الأسماء، مختار وجاسم بن سالم بن علي العويسي وصل في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع، وصلت الأسماء وتقاربت، وصل هناك وصل مداوي في هذه اللحظات، سالم بن حمد بن محمد المزروعي الذي يقدم مداوي في هذا الاندفاع. يا سلام شوف الأسماء وشوف، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول في مسار هذا الشوط وتحدياته. التغيير بدأ من شاهين علي بن خليفة بن رشيد السويدي، هناك ينطلق على المقدمة، ينطلق على المركز الأول، بينما يليب المركز الثاني ويتقدم مداوي في المركز الثاني، سالم بن حمد بن محمد المزروعي على ثاني المراكز، وياتي في المركز الثالث ويصل هداد في هذه اللحظات مشاهدينا، وعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان ياتي في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الثلاث المراكز الاولى والمركز الرابع، هناك مختار مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن وصول من مرسال مسري بن سالم بالعرطي الحميري، ياتي مرسال في هذه الانطلاقات ويتقدم كذلك، هناك شاهين
شاهين، يا سلام، عمر بن حربي بالطش العامري الذي تقدم في المركز الخامس، ولكن نعود مع المراكز الأولى، نعود مع الانطلاق الأول، ما شاء الله. ولا زال شاهين، شاهين مسيطر، شاهين علي بن خليفة بن رشيد السويدي هناك على المركز الأول، ولكن هداد في المركز الثاني، يندفع هداد على ثاني المراكز، عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخاء يقدم هداد، ولكن هناك دخول من الجانب الآخر. شوف الثلاث المراكز، شوف الثلاث المراكز، ما شاء الله ما شاء الله، شعارات والأسماء القوية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الأمتار الأخير، جولة الأوامر الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة هناك في هذا الانطلاق، ولا زال شاهين بالمركز الأول، شاهين بالانطلاق الأول، علي بن خليفة بن رشيد السويدي المركز الثاني اللي فيه هداد عبيد بن سلطان بن مرخان، والمركز الثالث، ثالث المراكز اللي وصل، ما شاء الله ما شاء الله. صدام، صدام ياتي، حمد بن سالم بسيف بن كلثم الخيالي، الخيالي على المركز الثالث. شوف هذه الأسماء وشوف هذه الشعارات، الثلاث المراكز، بن رشيد وبن مرخان وبن كلثم، بن كلثم وبن رشيد وبن مرخان، الأمتار الأخيرة. ولكن هنا، هنا شاهين، شاهين علي بن خليفة بن رشيد السويدي، ولكن هناك هداد، هداد هداد عبيد بن سلطان بن مرخان، يا سلام على المركز الثاني والثالث مع بن كلثم هناك، المركز الثالث اللي هو صدام لحمد بن سالم بسيف بن كلثم الخيالي، ولكن خلاص حسم الأمور لصالح بن رشيد هناك مع شاهين علي بن خليفة بن رشيد السويدي. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق، المركز الثاني مع هداد عبيد بن سلطان بن مرخان، والمركز الثالث عند بن كلثم الخيالي اللي هو صدام لحمد بن سالم بسيف بن كلثم الخيالي، والمركز الرابع، المركز الرابع. عموما على كل حال هكذا المركز الرابع 36، والمركز الخامس لمحمد بن شطيط الشامسي. هكذا نعود الى التوقيت الزمني، شاهين حسم الامور والفوز والناموس في 7 دقائق 44 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا علي بن خليفة بن رشيد السويدي على هذا الفوز، وسلام يا جميرة سلام. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، بنشوف هنا وصل حداد في المركز الثاني، وعبيد بن سلطان بن مرخان قطع المسافة في 7 دقائق 46 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثالث وصل في صدام لحمد بن سالم بسيف بن كلثم الخيالي، قطع المسافة في 7 دقائق 46 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، وأجدد تحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط السابع مشاهدينا.